شيء دلوقتي. هو انت ليه ما ينفعش نشيل البتاع دي؟ خلاص بطلتهم والله بطلتهم خلاص شلتهم. اي حاجه حسويه حشيلهم خلاص. ودي ما تنشالش من ده؟ بس تنشال تنشال بسهوله بسهوله. مش هتأثر يعني؟ ما لها علاقة، مجرد زينة هي. أيوه إيه زينة. بس العود جميل. الحين أنا أقول لك العود جميل لأنه في إيدك والله. لأنه في إيدك. عملت بيه حفلة من غير مايك. قلت لي كيف كان؟ جميلة. بس أنا معلي بيانو دلوقتي عشان عايز أسجل بيه حاجة. قلت ولا ما قلت؟ انا فخور جدا بالروت صراحه، فخور جدا.